Restons humains, restons solidaires, protégeons-nous et tout ira bien. Allah yahfadna wa yahfad al-Jazair. Amin. مرحبا بكم متابعين متابعات راديو ام في عدد جديد لمرانا الساكتين. اليوم راح يكون اخر عدد قبل الدخول الاجتماعي. راح تتوقف برامج راديو ام لمده معينه ونعود نقول لكم في شهر سبتمبر. موضوع اليوم ربما عنده علاقه مع هذه الفتره الصعبه، ربما العطله صيفية، عندنا دخول اجتماعي رويسنا فينا أنا على الأبواب، على أبواب دخول اجتماعي، ارتفاع حالات كوفيد 19، كونفينمون أو حجر جزئي. تصلوا بنا على 077 77، تبني ما كنت شوفوا الرقم تحت الشاشة، 77 66 98. قولوا لنا كيفاش، هل اخترتم العطلة الصيفية ولا الحجر الذاتي إلا قعدتوا في المنازل تاعكم للحيطة والحذر؟ إلا اخترتوا الاثنين، إلا قدرتوا تمروا يعني عطلة صيفية مع العائلة ولا مع الأصدقاء وتحميوا نفسكم في نفس الوقت، عيطوا لنا احكوا لنا كيفاش راكو تعيشوا هذه الأيام الصعبة نوعا ما. نذكر بلي رانا تحت حجر جزئي منزلي من 8 تاع العشية إلى غاية 6 صباحا. هذا الحجر راهو معمول به على مستوى 37 ولاية، راح ربما يجدد، يشمل 37 ولاية كما قلت لكم، كل من أدرار، لغوات، أم البواقي، باتنا، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرات، بسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قلمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بوبرداس، تندوف، تسمسلت، الواد، خنشلة، سوقهراس، تيبازا، نعامة، عين تيموشن، تغيليزان، ولاد جلال. هذه الولايات المعنية بهذا الحجر الجزئي من 8 تاع العشية لستة تاع الصباح. قولوا لنا إلا نتوما راكم من هاد الولايات ولا لا، قولوا لنا ما يحدث في المنطقة اللي راكو عايشين فيها، قولوا لنا كيفاش راكو تجوزوا هاد الأيام الصعبة، هل اخترتم العطلة الصيفية ولا ربما تتخلاوا على العطلة الصيفية باش تحميوا نفسكم والمحيط تاعكم، العائلة وأفراد العائلة. أول اتصال راح يكون من شرشال. خير الدين بطاش، السلام عليكم. سلام خير الدين، واش راك؟ واش راكم فريق مرانش ساكسي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. سافا تخي بيان، وأنت يا العائلة؟ سافا الحمد لله لاباس. قول لي خير دين، شرشال كيفاش الحركة في شرشال؟ الحركة في شرشال كيما كيزو موان جميع المدن والولايات الساحلية اللي راهي تخضع في مجملها بل في كاملها الحجر الصحي الجزئي، اللي في الحقيقة ماهوش كونتين النيوم بزاف، يعني حجر صحي من 6 صباح ل 8 تاع العشية، يعطي الوقت لجميع الناس أنهم يتحركوا ويقضوا حاجياتهم يعني وأكثر من ذلك. من جهة الطابع السياحي، المدينة اللي تجذب بزاف السياح في الأوقات العادية، لاحظنا يعني نقص في توافد السياح هذا العام، يعني هذا شيء طبيعي. بصح سكان المنطقة يعني شرشال وجوارها، باسكو دابيتود اون جينيرال dans la région de Chachal, je reçois beaucoup d'estivants, de touristes de l'extérieur de la ville de Tipaza. يعني من خارج ولاية تيبازا يدوز تونس من بليدان العاصمة الإسلام شلف، يعني اللي الولايات المجاورة مدية وكامل الولايات المجاورة. ربما اللي نظرا للتشديدات الأمنية اللي جات في الأسبوع الثاني من الحجر الصحي، يعني احنا في ولاية تيبازا وماشي الأسبوع الأول، منها غلق الشواطئ والأماكن العامة. Exactement, beaucoup plus شواطئ. يعني الأماكن العامة كاين توافد عليها عادي، بما أنه الأسواق والمحلات التجارية مفتوحة، من الصعب يعني أنه الإنسان ولا حتى السلطات تعس جميع الأماكن العامة، خاصة أنها راهي مركزة على الشواطئ. راهي مركزة بزاف على الشواطئ، بصح كاين توافد يعني ما بين 5 تاع العشية، ابتداء من 5 تاع العشية حتى الفوق 8 تاع العشية، يعني الوقت المحدد اللي يبدا فيه الحجر الصحي، كاين توافد تاع المصطافين على الشواطئ. ماكاش رقابة؟ نعم ماكاش رقابة خير الدين؟ رقابة يعني كما قلت لك، ربما ما كانش السلطات يعني ما بين الدرك والأمن الوطني ما يكشفش باش يعسوا من يعني يقولوا بالك من الزوج ولا من وحدة تاع العشية حتى الثمانية تاع العشية كامل شواطئ.
بما انهم يتواجدوا ربما في اماكن واحد اخرين. بصح نعم صحيح. الملاحظ هو انه العائلات ولا الاشخاص اللي يتوافدوا علاش نظرا كاين ملاحظه انه كاين شواطئ ماشي محروسه، يعني كاين شواطئ ماشي محروسه لانها ماشي مفتوحه للسباحه حتى اوتونورمال. دونك هذوك الشواطئ هذا هو المشكل، المشكل في الشواطئ اللي ماشي محروسه. بما انها ماشي مفتوحه للسياحه يعني رسميا ماهيش محروسه، ما كاينش حراسه عليها. المفروض انه الناس اللي تروح لها هذيك الشواطئ توافد عليها تتعاقب يعني بلا الحجر الصحي، هذا هو المفروض القانون يقول هكذا. دونك بزاف المصطافين اللي هما من المنطقه يعرفوا مليح الشواطئ يروحوا يقصدوا هذوك الشواطئ عائليا كيف من 5 إلى 8 تاع العشيه. بصح الملاحظ هو انه كل عائله ولا كل جماعه تبقى معزوله على واحد اخرى. يعني انا بصفتي صحفي رحت نلاحظ، يعني رحت نشوف كيفاش الفينومين هذا كيفاش يكون. شفت لاحظت انه كل مجموعه ولا كل عائله تبقى بعيده يعني في حدود 15 متر. يحترموا التباعد الجسدي. نعم يحترموا التباعد الجسدي. يحترموا التباعد الجسدي ما فيش مشكل. بما انه عدد المتوافدين قليل، رغم كل حال راه قليل انا واش كاين يعني كاين يكفيو الشواطئ دي لجميع الناس. من ناحية توافد السياح من غير شواطئ كاين يعني سون اكتيفيتي ايكونوميك ابارونتيير هنا في ولاية بازو خاصة في منطقة شرشاد. هنا سجلوا نقص واضح يعني في الناس اللي تجي تكري ديار على لي بارتيكولي. الفنادق ما نقدروش نتحدثوا عليهم باسكو الفنادق ما راهمش مغلوقين، يعني يقدروا يستقبلوا مصطفين حتى وانه شي في الظاهر تاعهم نقص بزاف. لاكتيفيتي انفورمال يعني اللي ندخلوها في انفورمال تاع كراء المنازل بيوت المصطفين هذيك نقصت بزاف. بما انه الحجر الصحي جاء في اون بيريود وين الناس كانت مازال ما قررتش وين راهي رايحه وتفوت لي فاكونس نتاعها. دونك في اخر لحظه امتنعوا ربما على انه يقوموا بعمليه كيما هذه، يعني يكريوا لاسبوع او لعشرة ايام بعض الايام دار ولا في منطقه يعني مجاوره لشرشل ولا شيء جوها في كامل ولايه بازا نظرا لغلاء الاسعار كيف كاين. حتى انه معروف انه حتى كاين عائلات اللي اضطرت انها توقف العطله تاعها وتعاود لي لما تقرر الحجر الجزئي، مع انه يعني صعب انه نخيروا بين العطله الصيفيه والبقاء في المنزل لاحترام الحجر الجزئي. ما نظنش انه خير دين ما نظنش انه ربما ماوش ربما يعني الناس راهي تتفادى يعني تخرج وتروح للشواطئ تتفادى يعني دخول في احتكاك مع السلطات. لا ماهيش مساله سلطات، ماهيش كان مساله سلطات، وانما هنا في منطقه شرشر يعني كان فيه كبير عدد الاصابات في قبل الاسبوع الاول نتاع الحجر الصحي. يعني الناس ما كانتش بلغه عاميه ما كانتش شاغله بلي فاكونس، كانت شغله يعني بالمرض وين كان فيه تصاعد رهيب لعدد الاصابات. كانت فيه عدد الوفيات المسجله ربما مش رسميا كبير بزاف في مدينه شرشال. الناس كانت خايفه يعني حقيقه، الناس كانت خايفه من واش راهو ينتظرها يعني حتى في الولايات الاخرى. نعم. بخير الدين بطاش. نعم تفضل. قلت لك حتى في الولايات الاخرى ماشي غير في شرشال. دونك حبيت برك نبرز بلي الفينومين ما عندوش علاقه مباشره بالحراسة يعني أو بإجراءات سلطات ولا لا. نعم. هذه في المرحلة الأولى، يعني المرحلة الأولى بدأت قبل الحجر، يعني الأسبوع الأول تاع الحجر الناس كانت مازالت في هذيك الأمبيونس اللي يعني ما تشجعش الإنسان أنه يروح للبحر، ولا هو على باله بلي عنده أشخاص من عائلته ولا من لونتوراج تاعو مرض ربما راهم في المستشفى. وضيف إلى ذلك أنه الناس شغلت بزاف مع الهبه التضامنيه حول مساله الاكسجين. نعم. دونك صابري اون سومان ديزان دو جور يعني في الايام الاخيره الاسبوع الاخير باش عاودنا نلاحظوا ربما ان روغان دانتيري بارابور او فاكونس، خاصه على بالكم هو لي جون هما الاكثر عرضه لهذا المشكل تاع التوافد على لي بلاج، والعائلات ربما تحت ضغط الاطفال
Parfois, elle cède aux caprices des enfants qui veulent aller à la plage, tout خاصة simplement. بعد سنة 2020 نشوف أنه سنة 2020 ربما السيناريو يتعاود، نتفهموا لما عائلات يعني يحبوا يخرجوا في عطلة صيفية ربما لتجاوز الضغوطات اللي عرفناها من منذ سنة 2020، منذ شهر فبراير 2020. خير الدين بطاش، بما أنك تحدثت لي على أزمة الأكسجين اللي ما زالها متواصلة في مختلف المراكز الصحية، قل لي في شرشال يعني ما هو الوضع؟ الوضع في مدينة شرشال وما جاورها، لأن المستشفيات الكبرى اللي كاينة في ولاية طيبازا ما راهيش موجودة اسونسيالمون في مدينة شرشال. نعم وضع شوية يمشي عشوائيا، يعني سيتواسيون أليطوار وين ما عندناش أرقام رسمية. يعني الصدى يجينا من المستشفيات، يجينا من الجمعيات، يجينا من الناشطين اللي راهم يتبعوا فوضيات الاكسجين، واللي يقول بانه في تذبذب، تو سامبلومون في تذبذب في التزويد بين ماده الاكسجين. المستشفى الكبير القريب على مدينه شرشال هو مستشفى سيدي غيلاس، اللي يشهد مرحله ضغط كبيره بدات قبل مرحله الحجر الصحي، وين كانوا فيه ايام يعني انقطع تزويد بالاكسجين، سجلت فيه بعض الوفيات. الان السلطات تحاول يعني طوميان كومال انها تاخذ بزمام الامور، لكن يعني حقيقه كما مدينه شرشال ولايه تيبازا الولايات الاخرى الامر ما يكفيش. ربما كاين بتيت ستاغناسيون باش ما نقولوش اون باس، ماناش عارفين جوسكا سكيل سو كونفيرم عدد الاصابات هنا في مدينه شرشال منطقه تيبازا دوبي كيلكو جور اونفيرون اون سومان، وين اعطت نوعا ما من ان بتي غيتي اون فادير اوز اوبيتو او بيرسونيل اوسبيتالي، اللي راهم قدروا يعني طون بيان كو مال يستغلوا الكميات الموجوده نتاع الاكسجين. نعم جميل، شكرا جزيلا خير الدين بطاش من شرشال، يعطيكم الصحه، الى اللقاء. مازال دائما متواصلين على مرانج ساكتن، انتوا ثاني تقدروا تتصلوا بنا من وين ما كنتوا، اما داخل او خارج الجزائر، على 077 77 66 98 عفوا. خير علينا نبيل ويقول لنا كونفينمون توتال او تون سو بروندر ان شارج سول فو لا سيتواسيون سانيتير كي بريفو، اون نو جو با افيك سا في اي سيل دي زوتر. كملوا كتبوا لنا كومونتير، راح نقرا فو كومونتير حول كيفاش راكم تجوزوا هاد الايامات الاخيره للعطله الصيفيه والدخول الاجتماعي على الأبواب. هل تختارون العطلة الصيفية أو الحجر الجزئي للحماية، حماية الأفراد، أفراد العائلة، حماية نفسكم من كوفيد 19 اللي راهو يسجل أعداد إصابات ووفيات يعني كبيرة وأعداد مخيفة في هذه الأيام. نروحوا لفاصل الموسيقي ونعود نبقوا معنا. مجددا لمرناش ساكتين، معنا شوقي هذه المره. اهلا شوقي. اهلا، مساء الخير، شكرا مساء الخير. مرحبا بك انت في مرناش ساكتين. قل لي شوقي، من وين راك تتصل؟ من ولايه البوليده. واش راهي ولايه البوليده في هاد شوقي حموم طالب جامعي، قل لي واش راهي ولايه البوليده في هذه الاوقات؟ ولايه البوليده انا نشوفوا باللي الناس عندهم نهار واحد يتعاود شاك جور، خاصه بعد ما فرضوا الحجر الصحي. نعم احنا على بالنا بلي رانا في فصلة الصيف، الناس قاعد تحب تخرج تحب تروح، لكن شفنا باللي بعد فرض هذه الاجراءات الناس كل قاعده في ديارها تخرج فقط لقضاء حاجاتها ولا تجولها كلي وحدها، خاصه بعد الهلع اللي راه صار في البلاد من بعد ارتفاع عدد الاصابات. خاصة انه معروف نظن انه ناس ولا سكان البوليدة يعني تعلموا الدرس، لانه كانت من الولايات الاكثر مساسا من منذ بداية الازمة في الجزائر. وي على بالنا باللي من مارس 2019 ولاية البوليدة قاعدة دائما تحت اجراءات الحجر الصحي ليومنا هذا، ولا يوم ولاية البوليدة ما قاسهاش الحجر الصحي. صح. حتى لو رفعوا الحجر الصحي 12 تاع الليل و11 تاع الليل، بصح كان دائما ولايه البوليده تحت اجراءات الحجر الصحي، الاصابات يعني ما انعدمتش منها ولا يوم. قل لي شوقي، باش نخرجوا شويه من الارقام يعني رانا نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، في وسائل الاعلام، هل يعني كيفاش الحاله ربما في المنطقه اللي راك ساكن فيها؟ هل يعني كاين ارتفاع عدد الحالات، الوفيات، ازمه اكسجين ولا لا؟ نعم، انه هنا البارحه فقط كان دفن شخصين، امراه ورجل، يسكنون في حينا، كانوا ربي يرحمهم ما شاء الله،
تكلم هذا الوباء، وكان بزاف ناس تقاسم لا كونتاميناسيون ولا ماتوا من حيث عدد نقص الاكسجين. راني نشوف بزاف ناس يتصلوا بيا يقولوا لي يكونوا ماليهم في سبيطار فابور اللي معروف، ولا سبيطار فونفان واللي هو معروف في الجزائر كلها، يقول لي بلي كاين نقص اكسجين اكسيتيرا. شنو بدي كان مام وفيات ساكن ماتوا بسبب نقص الاكسجين. وكما يقول لك بلي هذه شيء مؤسف حقا، لما يموت واحد قدامك تنقدش ما توفر له الاكسجين، خاصه انه هنا نعيشوا في دوله مثل قاره كما الجزائر، يعني ابسط الاشياء تقدر توفرها هو الاكسجين. لما لا يوجد اكسجين سوف نقول للناس اننا نريد ان نترككم تموتون. شوقي انت كطالب كيفاش راك تمر هذه الاوقات، ربما الايام الاخيره قبل الدخول الاجتماعي؟ هل اخترت العطله ولا ربما ضحيت بالعطله لحمايه نفسك ربما من الكوفيد والعائله تاعك خاصه؟ انا هذا العام ديت لاصوت نص تاعي في الاموا ولا الله يسلمك، مزيد من التالق والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله كنت نستنى غير وقتاش نسوتني، يعني باش يقول لك واحد يدي عطله يدير شويه ينحي شويه هذاك الاستخاس وينحي هذاك الضغط عليه. لكن مالوريزمون ابري ديريكتومون لا سوتنونس غلقوا لنا الشواطئ كذا. انا في حد نفسي نشوف باللي اجراءات الغلق هذه ماهيش حل. لماذا؟ وعلاش؟ لانه هنا شفنا باللي كاع العالم على غرار الولايات المتحده الامريكيه ولا روسيا ولا اندونيسيا ولا الناس اللي عندهم كما يقول لك حالات الوفيات بالالاف في النهار اكثر من 1000 2000 ما غلقوش. شوفوا غير جارتنا المغرب او تونس ما غلقوش شواطئ المغرب وتونس رغم ارتفاع عدد الاصابات. انا نشوف انه الحل لازمه الكورونا مش تقلص من الوقت ولا تغلق الشاطئ، يا اما تغلق 15 جور ولا 2 جور باش تعاود تهبط الرقم تاع الكورونا، يا اما تخلي كلش محلول. لماذا؟ لو كان انت تغلق باريزون كيما شفنا في تيزي وزو فرض اجراء صحي على جوج تاع 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 الحشيه، الناس اللي تكون تقدر تقضي من 8 تاع الصباح حتى ل 6 تاع الحشيه تخرج كاع من 8 تاع الصباح ل 2 تاع الحشيه، ثم نشوف هكا بلا كونتاميناسيون تزيد ماشي تنقص. صحيح. انا نشوف بلي هذا سوء تسيير وعدم قراءه صحيحه من طرف الدوله. لكن شوقي حموم، حنا كنا كان تصل بنا دكتور في عدد من اعداد مرانا الساكتين، قال لنا انه هذا الحجر الصحي ما راهوش هو يعني اللي يقلص من وتيره الاصابات بطريقه مباشره، لكن عنده ربما انيفي بسيكولوجيك على الناس، وين الناس راح دائما تعيش في ما تنساش انه كاين خطر، انه مازال يعني عدد الاصابات راهي يعني متزايده، وبهذا يعني هذا الشيء راح يخليها انها تاخذ الاحتياطات تاعها، تحترم التباعد الجسدي وكل ما يلزم للحمايه من انتشار العدوى. وهو الطبيب هذا نتفق معاه. لماذا؟ لانه هنا شفنا بلي راهم كاين دي فاريون جدد راهم خرجوا في العالم على غير الفاريون كولومبي والفاريون هذاك الصيني وتاع كوريا دي سود. ثم الناس مش تقدر تقعد في حجر صحي لمده اعوام واعوام. رانا نشوفوا بهذا الفاريون بالك يلحق الجزائر بعد الشهر ابري سي موا، بالك الامارات يلحق ابري سي موا، ثم وقتاش الناس اللي تبقى في ديارها؟ انا نشوف بلي لازم الناس تولي كيما لي زوروبيان ولا كيما لي شينوا ولا كيما لي جابوني في الجزائر، تولي تخرج وتدي الاحتياطات تاعها. انا اتفق مع هذا الطبيب انه الغلق والحجر الصحي ماهوش حل. نعم نعم، شكرا جزيلا شوقي حموم، مبروك عليك مره اخرى، ونتمنى انه الوليده وباقي ولايات الجزائر نتمنى انه إن تعرف اوقات فرح بعيدا عن كل هذه الازمه الصحيه. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا لك. صح. ما زلنا دائما على مرناش ساكتين على 077 77، الرقم لك تشوفوه في تحت الشاشه 077 77 66 98. اتصلوا بنا احكيوا لنا كيفاش راكم تمروا اوقاتكم اخر ايام ربما العطله الصيفيه، أزمة أكسجين، أزمة كورونا، أزمة صحية، ارتفاع عدد الحالات والحجر الصحي. فاصل الموسيقى نعود نلقاو معنا. سجلت مصالح الأمن الوطني 3133 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقواعد الحجر الصحي خلال الفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 31 من نفس الشهر، حسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني. معنا اتصال من وهران. أهلا. نعم. السلام عليكم. أهلا. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في مرانش ساكتين. مرحبا بك. شكون معايا؟ ذكروني بالاسم. الفريق جمال الدين. جمال الدين، اهلا جمال الدين. واش راك جمال الدين؟ لا باس الحمد لله. وهران راهي معنيه بالحجر الصحي في هذه الايام، كاين توافد تاع الناس في الشواطئ ولا لا جمال الدين؟ نعم، هي ولايه وهران معنيه بالحجر الصحي كغيرها من الولايات.
الشواطئ ما قبل ما نتكلم على الشواطئ لأنه ما راناش في مرحلة باش الإنسان يكون في حالة يعني له ولعب ويكون في وجود الأطلع. صحيح. رانا في مرحلة الناس راهي تموت. صحيح. الناس راهي تموت ولكن الإشكالية وين راهي؟ الإشكالية هو أنه غياب إدارة. يعني بس يكون في عندكم أنه تقريبا الدولة الجزائرية مكونة من بلديات ولايات ووزارات. يعني من المفروض أنه فيها مخطط تسير المخاطر في إطار الكوارث الكبرى. إذا ما اعتبرناش هذه الكورونا على وجه الخصوص المتحور دلتا لفيروس كوفيد 19 اللي هو أكثر شراسة وأكثر خطورة من الفيروس الأول، وما اتخذناش عدة تدابير وما اتخذناش عدة احترازات تفوق الاحترازات المتعلقة بالمرحلة الأولى يعني البريمير فاك، ثم ما قدوش وما نفعلوش يعني مخطط تسيير الكوارث في إطار المخاطر الكبرى. يعني الناس أصلا تدخل في مرحلة تعتبر مرحلة غابة، يعني يولي القوي هو الحق الضعيف، وندخلوا في مرحلة مناعة القاطع. يعني يصبح الكلام حول يعني الإجراءات الاحترازية ونديروا لابافات. يعني أنا أترك أنا واحد من الناس نتنقل تراموي محمر يعني عن فكرة أدي حتى الباب، الناس مطبعة حتى الباب الترانسبور اللي بيس بيبليك النقل الحضاري وشبه الحضاري محمر، التاكسيات يردوا ربعات على لي تاكسون. يعني ما تقدش تعرف أسكور أنا في الكوفيد ولا ما رانيش في الكوفيد. صحيح صحيح صحيح. جمال الدين قول لي انت على الصعيد الشخصي كيفاش ربما قلت انت راك ضد العطله الصيفيه في وضد الذهاب الى الشواطئ في هذه الايام الصعبه، لكن ربما الناس اللي تختار العطله الصيفيه يعني نقدروا نتفهموها لانه يبقى تبقى الفتره الوحيده ربما اللي يقدروا وين يقدروا الاولياء ولا كل العمال ياخذوا يعني عطله. في الحقيقه شكرا لهذا السؤال. يعني هي في الحقيقة لو كان نتبع الغريزة الإنسانية أي إنسان في شهر يعني شهر تسوده الحرارة على غرار باقي دول العالم إنسان الناس تذهب إلى الشواطئ، ولكن يعني الشواطئ الجزائرية يعني في الحالة هذه هي شواطئ أولا غير منظمة. يعني وجود عندنا قانون يسمى قانون الساحل اللي هو قانون صادر في 2002 لينظم كيفية استغلال الشواطئ والدخول المجاني للشواطئ والتباعد المظلات الشمسيه وكذلك الباركينج. يعني هذا الحديث الموجود في القانون وغياب التدخلات الامنيه وغياب الرقابه الفعليه يعني تجعل هذه النصوص لا تتجاوز الحبر الذي كتبت به، وبالتالي فالناس تولي تحوس تقضي الغريزه تاعها بعيدا على هذا النظام. اذا تشوف الشواطئ تشوف الناس اكتظاظ. لكن جمال الدين اسمح لي، جمال الدين ربما موش موضوع اليوم، لكن دخول المجاني هذا تاع الشواطئ في الجزائر يعني افيريفي على بالنا كاع بلي لما يكون الدخول مجاني لكن يجي لك باركينغور وربما كي تدخل الشاطئ عندك يعني الاسعار تاع لاشيز لو باراسول والمكان ربما سعر المكان هنا ما يوليش شاطئ مجاني. ربما هذا موضوع اخر لكن لازم ندير هذه الملاحظه. نعم. في الحقيقة أنا أشرت عليه يعني بصفة عرضية، يعني أنا أتكلم يعني عن عاد يعني كما نقولوا شرحت لك هذه النقطة. نعم. من أجل التعريج على نقطة عدم وجود نظام وتنظيم في الشواطئ مما يجعل أنه مرتاد هذه الشاطئ أو غيره من الشواطئ يعني عرضة للإصابة بفيروس ومتحور كورونا. صحيح. لأنه صحيح. عدم وجود نظام يعني نظام يحدد التباعد. يعني احنا نشوفوا عدم وجود تباعد في البريد الجزائر، نشوفوا عدم وجود يعني حتى المستشفيات اللي راهي فيها تطعيم ما فيهاش الإجراءات يعني احترازية ولا بؤرة لنشر الفيروس، بؤرة لنشر الفيروس. وأنا يعني أتابع عن قرب يعني ما يحدث، فما بالك الشواطئ وين الناس تكون في حالة غفلة وفي حالة لهو ولعب، أولادهم يخاطبوا الأولاد الآخرين، ما تقدرش تعرف. يعني مثلا نعطوك مثال، مثلا شواطئ وهران ما غاديش يدخلوها غير أولاد وهران، غادي يدخلوها أولاد البياط، أولاد غليزان، يدخلوها أولاد الشلف، أولاد عين دفلة، معسكر، يعني أماكن الولايات المجاورة لولاد وهران. نعم. يعني غادي تكون منطقة لتجمع أشخاص. يعني إذا قلنا باللي ممنوع الأعراس وممنوع الجنائز، كان دائما أولى أنه ممنوع الشواطئ، وهذه مرحلة
اللي هي تعتبر مرحلة خطيرة لنشر هذا الفيروس، ما نقدرش لا نقدر يعني أنه في المرحلة تاع اللهو نلهاو في الشواطئ، فيما أنه نتابع إجراءات احترازية يعني عند دخول المساجد أو عند دخول بلد الجزائر أو غيرها. صحيح صحيح. شكرا جزيلا عفوا جمال الدين من وهران. نتمنى أن وهران وكل الولايات ربما تخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما زلنا دائما على مرانش ساكتين في الدقائق الأخيرة لعدد اليوم. نذكركم برقم الهاتف باش تصلوا بنا وتشاركونا أراءكم حول الموضوع اليوم 077-77-66-98 ولا كتبوا لنا كومنتار تحت اللايف، راح نحاول نقرأ كاع فو كومنتار. عودة وجدادنا لمرانش ساكتين. هذه المرة عندنا اتصال من الجزائر العاصمة. أهلا حفيد. أهلا حفيد. الله يسلمك. مرحبا بك في مرانش ساكتين. مرحبا بكم كيتان. واش راك حفيد؟ كيفاش الحال؟ والله لاباس رانا شوية شوية. شوية شوية كوفيد ولا ماشي كوفيد؟ لا لا حجر الصحي هذا والله غير شمنيني. تخبنا بزاف. وعلاش حفيد وعلاش؟ باسكو نسهروا، شوف احنا نسهروا، احنا ماشي كيتو ما نحترموش. انا الله غالب ما نوضوش بكري ونقعدوا برا، نقعدوا برا كذا قدام ديور نلعبوا دومين، نوضوا الصباح سخانه تقتل من خيش وتروحي للبحر، ما تقدر دير والو، تماريح غير في الحومه. وكي تعرفي الفيديو وين يديك. حفيد قول لي انت ربما ما عندكش عمل. انا؟ بريكولي. تبريكولي دونك الحاجه الصحيحه بالك بالك ما يخليكش انت انت الناس اللي دخلوا يعني بالعاميه كيما نقولوا دخل بجورنيه بجورنيه راه كاين خطا معك شو والحجر الصحي والحجر الصحي يعني ما يعاونكش ما خرجش علينا بزاف والله ما خرجش علينا والله غير بزاف دونك انت راك شوف مليح كيسيون نتاع الصحه مليح باسكو الناس ثاني مساكن يتموت في السبيطار الاوكسجين ما كاش كيما نحتار ماشي ما نحتارموش فورسين ريحوا برا. انا كارونت واش نكون ندير برا؟ سيرتي واحد بوالي والمساكن اللي عندهم الغاشي في الدار، ما كاش كليماتيزر، ما كاش واش ديري، لازم تريح برا. برا برك انا با فات وجا ما نحترموا بيناتنا اسماء صحابنا احنا. صح كيفاش زعما انا صيف اوت قايلي اوت ما كاش بحار. رحت كاع البحر هذا العام حفيد؟ انا نعم ما رحتش البحر هاد العام. نعم رحت 5 فوا مور الحجر الصحي ولا قبل الحجر الصحي؟ قبل ودوكا دوكا ثاني انا راهو راك تروح يخلوك ماكش وين راك تروح اما شاطئ انا راه العين بليان ما مدراك وكاين ناس كاين اكتضاد ولا لا يعاودونا يعاودو يولو ما يحسو بينا شويه حفيد راهو ضد الحجر الصحي راهو مع البحر الشواطئ لكن حفيد على بالك انت من حقك تكون ضد الحجر الصحي لكن في الاوقات الصعيبه اللي رانا ربما لا بريوريتي الصحه تاع الجزائريين بيان سير صح نخافوا احنا والله كنخافوا بصح والله غير سي بلي فور والله راضي انا بوك حبيت ندير من حقك من حقك تفضل انا حبيت نكري شغل انا صحابك خمسه ولا سته صحاب نكرو فيلا فيها فيسين نحطو كاشيه شويه وانا قاعدين بصح هذا يعيطوا له تجمع حافل بيناش نفسه على بالي صح في دار ماشي برا المهم تحميو نفسكم وتحميو والله انا نحمي الماكسيموم والله غالب انا نحكي الماكسيموم جميل جميل يعطيك صحه حافل احنا الله غالب الله غالب يعطيك صحه على الاتصال حافل بارك الله فيك صح انتم وعاونكم بارك الله فيك نظن الفريق التقني هذا هو اخر اتصال لعدد اليوم اخر اتصال لعدد اليوم حبيت برك نقرا ان ميساج دو حسن اس بي اش ويقول لوسكو لي مارياج باتي لوغ بلان لي جون نو بورتي با لي ماسك اي بافيت لي سوبيريت بوندي لي كافي بورت فيرمي اي كليم الومي اي لو فاكسان بودي بيرسون نا فولي ايكوتي لي ميز ان غارد دو بيرسونيل دو سانتي مانتونون كو لا فاغ ديفيرل ميم جو
j'ai pas compris et je ne trouve rien de plus qu'à dénoncer le manque de ceci ou cela. T'as comme ça, كل واحد تصل بينا, كل واحد تكتب لنا en commentaire. T'as comme ça, اللي شاركتوا معنا اليوم وكل سنة 2021, سنة 2020 كذلك, لأنه مراجع ساكتين بدأت في عز الأزمة, عز أزمة كوفيد 19. كنا بديناها باش نفتح لكم الكلمة باش تقدروا تتصلوا بنا وتحكيوا في كل المواضيع في عز الحجر الصحي. اليوم راح تتوقف مراجع ساكتين لفترة صغيرة ونعود نقول لكم في شهر سبتمبر, نتمنى انه نعود نقول لكم في حلة جديدة, برامج جديدة في راديو ام. معطيكم صحة كل واحد يعني شجع راديو ام ولا شجع مراجع ساكتين, كل الفريق, ويتمنى لكم قدرش نقول عطلة, لكن لما لا نقولوا أنه عطلة باش نرتاحوا فيها في المنازل الحيطة والحادر. خدوا حذركم, حميوا نفسكم وحميوا كل المحيط نتاعكم. نتمنى أنه الأزمة الصحية يعني نخرج وتخرج الجزائر والعالم كله, كل الإنسانية يعني تخرج من هذا الأزمة في أقرب وقت ممكن, وتعود الحياة كما كانت قبل سنة 2019, قبل 2020 ربما. إلى اللقاء.